السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف محاضرة الـ ECG. نحكي شوية في النظر إلى الـ ECG changes in the myocardial infarction. بسرعة بسرعة، إحنا نعرف the earliest change في myocardial infarction اللي هو طول or hyperacute T-wave، هذه تطلع بكري وتختفي بكري، تطلع في الساعات الأولى يعني وتختفي. the second change اللي هو ST elevation اللي هو just hours post infarcts last up to weeks. احنا نعرفوا ان ال persistent ST elevation after one month indicate left ventricular aneurysm. يسأل عليها هذه هلبة. هذوما ال changes نتاع اللي تصير في الأكيوت، احنا غالبا بنعتمد على ال ST segment elevation باش نقول انه هو أكيوت. ال changes نتاع ال chronic اللي هي ال pathological Q wave وال inverted T wave، لكن اللي بنعتمد عليها أكثر حنشوفها أكثر في الامتحان هو significant Q wave or pathological Q wave. صار ال ST segment elevation هو اللي حنعتمد عليه في الأكيوت، وال significant Q wave هو اللي بنعتمد عليه في الكرونيك، لكن يا حبذا نحفظ الأشياء هذه كلها. تمام، يهمني اللي أمس قلناه أن علاقة الليدز ببعضها، كل ليدز تشبح للقلب من جهة معينة، يعني الانتيريور من لو قلنا احنا الاست اليفيشن مثلا من في 1 لفي 4 فهذا انتيريور، والليفت انتيريور ديسندينج ارتري هو اللي مسكر. لو لقيناها مثلا من في ليد 1 و اي في ال في 5 وفي 6 ذيس از لاترال، يبقى الليفت سيركمفلكس ارتري. لو لقيناها من في 1 لفي 3 بس هذا انتيريور سبتال، هذا ليفت انتيريور ديسندينج سبتال برانشز. لو لقيناها من في 1 لفي 6 وعماها حتى الليد 1 والاي في ال، هذا انتيريور لاترال، هذا ليفت كورونري. لو لقيناها في الليد 2 و3 واي في اف، هذا رايت كورونري مارجنال برانش. لو سالك على البوستير مايوكاردال انفاركشن، قول له حنلقى في بروميننت ار في الفي 1 والفي 2 اس تي سيجمنت ديبريشن من في 1 لفي 3. واحنا نعرف في حاجه مهمه جدا من المبادئ اللي احنا ضروري نكونوا عارفينها، ان الليفت بندل برانش بلوك ماسك الاي سي جي ساينز اوف ام اي. فذاتس واي ان ا بيشنت عنده تيبيكال سنترال تشست بين، تيبيكال بين اوف مايوكاردال انفاركشن، ويجيت انت عنده ليفت بندل برانش بلوك في الاي سي جي تريت از مايوكاردال انفاركشن. ذيس از فيري امبورتنت. في حاجه اسمها ريسيبروكال اس تي سيجمنت تشينجز اور سيجمنت ديبريشن، يعني انت لما تلقى اس تي سيجمنت اليفيشن بتاع الام اي في ليدز، في ليدز ليهم علاقة بالموضوع هتلقى في ST depression. يعني مثلا خصوصا تصير في اللاترال ام اي وفي الانفيريور ام اي. تمام، في الانتيريور غالبا والانتيريور سبتال ما فيش reciprocal changes، يعني في اللاترال ام اي تلقى انت، شوف معي الجهة هذه، تلقى ST elevation في ليد 1 و AVL وفي 5 وفي 6 يقابله ST depression في ليد 2 و 3 و AVF. العكس صحيح، لو لقيت الاس تي اليفيشن في ليد 2 وليد 3 واي في اف، حيقابلهم اس تي ديبريشن في الليد 1 والاي في ال. هذه الريسيبروكال تشينجز راهي مهمه جدا وفيري سبيسيفيك ساينز والبوزيتيف بريدكتيف فاليو اوفر 90%. اوكي سو لكن الابسنس دازنت رول اوت ذا دايجنوس. تمام، النقاط اللي فاتت هذه نحطها في دماغنا ونظري ضروري ما نكونوا عارفينها. نجو توا الستبس نتاع الاي سي جي انتربريتيشن. طبعا اول شيء انك انت بتقرا النيم والايج والسكس، يعني مثلا مسعود فتحي عمار عمره 23 سنه، اكيد مسعود حيكون ميل يعني الا لو تغيرت الدنيا. المهم بتشوف انت بعدين السبيد والكاليبريشن. تمام، العلامة الكاليبريشن دي ما تلقاها جنب الاي سي جي بالضبط. الكاليبريشن في الطبيعي يكون حوالي 10 مليمتر، تمام، يعني 2 لارج سكويرز، لان لو لقيتها هاف سكويرز كل الفاليوز بتنضرب في 2، ولو لقيتها 4 مثلا حتقسم على 2. مش مشكله، هذا كلام يعني ما نبوش نخوضوا فيها احنا تو، غير انت لو سالك شنو بتشوف، ولا بنشوف الكاليبريشن اللي هو المفروض يكون مربعين كبار. سوري اني بحكي بسرعه يعني. الثالث نقطة بتشوف الريتم، الريتم هل هو ساينس ولا لا. بنمشي للليد 2، علاش الليد 2؟ لأن قلنا أحسن ليد نشوفه فيه البي ويف. تمشي للليد 2 لو لقيت بي ويف مثلا زي هنا followed by QRS، this is sinus rhythm.
تمام، لأن من خصائص الساينس ريتم إنه يكون فيه بي ويف وإنه يكون منتظم. تمام، بقى لو ما لقيتش بي ويف في ليد 1 حاول انك انت تدور في ليد 1، ايه حاول انك انت تدورها في، لو ما لقيتش بي ويف في ليد 2 حاول تدورها في الفي 1، لو ما لقيتهاش في الفي 1 حاول تدورها في ليد 1. تمام، ما هو شيء كبير هذا، هذه خصائص في الطبيعي الساينس ريتم زي ما قلنا اتش بي ويف فولود باي كيو ار اس. بعدها نجو نحسب الريت، يعني انت خلصت وقريت الايج والسكس وشبحت الكالبريشن ومشيت للليد 2 تتلمس شبحت بي ويف جرتها كيو ار اس، قلت ساينس ريتم، لو ما فيش بي ويف ما هوش ساينس ريتم. تمشي بعدها للريت، لما بتحسب الريت ضروري ما تعرف الار ار متاعك ريجولر والا الريجولر. كيف شنو الار ار؟ الار ار هو المسافة بين الكيو ار اس والكيو ار اس، يعني هنا مثلا بي بي ار كيو، ما فيش كي هنا كيو صغير، هنا ار اس اس تي سيجمنت تي بي كيو ار اس كومبلكس اس تي سيجمنت تي ويف، وهكذا. المسافة بين الار والار قلنا احنا اسمها الار ار انترفال، ونقيسوه بالمربعات الكبيرة، يعني هنا واحد اثنين مربعين كبار مربعين كبار مربعين كبار مربعين كبار مربعين كبار، معناها احنا الار ار بتاعنا ريجولر نستخدم الطريقة الأولى. يعني احنا قلنا لو الار ار بتاعنا ريجولر هنقسمه 300 اللي هي عدد المربعات الصغيرة اللي يمر عليها البن بتاع ماكينة الاي سي جي في الدقيقة، المربعات الكبيرة سوري اللي يمر عليها بتاع الاي سي جي في الدقيقة. تمام، بتقسم انت 300 على 2 150، معناها الهارت ريت احنا بتاعنا احنا شنو 150. نبيك تعرف حاجه، انت من حين حسبت الهارت ريت ولقيتها 150 معناها انت بتفكر في اسباب الساينستيك، في اسباب التيكي اريثميس اكيد، يعني مش حتقول الاكزامينر ان الهارت ريت بتاعي 150 ماي دايجنوسيس كومبليت هارت بلوك، لا عاد ما تطلعش تتلبس. تمام، يعني انت تو هنا نطبق الخطوة الأولى والثانية، مشينا للليت 2 اهو الليت 2 هذه بي ويف جرتها كيو ار اس، هاي بي ويف جرتها كيو ار اس معناها هذا ساينس ريتم. تمام، الهارت ريت بتاعنا شنو 2 2 2 2 الار ار ريجولر في كل مكان، معناها 300 على 2. تمام، بعد لو ان الهارت ريت بتاعنا كان الريجولر، يعني جينا حسبنا الار ار لقينا الريجولر، بتمشي انت تختار اي ليد، نقول ان هذا مثلا اخترنا الليد 2، لو لقينا تخيل مثلا الار ار الريجولر هنا، يعني مثلا حسبت لقيتها 2 3 4 5، لو لقيت الار ار الريجولر اختار اي ليد انت تبيه، احسب 15 مربع من بدايته، نقول هذه مثلا بداية الليد، نحسب 15 مربع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مثلا. قداش في كيو ار اس كومبلكس في ال 15 مربع هما؟ 1 2 3 4 5 6 7، الناتج اللي يطلع لك اضربه في 20، 7 في ال 20 يضعف في الرياضيات 140. تمام، صار لو الار ار ريجولر مشي بالطريقه هذه. طبعا اكيد الدكاتره مش حنقعد نعاود انا التسجيل ما بيش يكون هلبا. بعدها الاكسس كارديك اكسس بتاع الهارت اللي هي الخطوه الرابعه، وحصل القوه الكهربائيه بتاع الهارت. The normal electrical axis of the heart situated between minus 30 degree and positive 90 degree. ممكن يسألوك انت عن normal axis نتاع الهارت، وين اتجاهها بالضبط. نحكي بسرعة بسرعة، طبعا فيه هلبة طرق باهي لحساب الاكسس، فنبي نتبع الطريقة هذه، مع انه ممكن في طرق تانية اسهل، لكن يلا خلينا نتبع طريقة واحدة وخلاص. لما بنشوف الاكسس نتاع الهارت نشوفه لليد 1 وليد 3. تمام، لو ليد 1 للكيو ار اس يشبح فوق، وليد 3 للكيو ار اس يشبح فوق، هذا نورمال اكسس. تمام، بقى لو الكيو ار اس كومبلكس في ليد 1 يشبح لوطا وفي ليد 3 يشبح فوق، هذا رايت اكسس ديفيشن. بقى لو لقيت الليد 1 يشبح فوق والليد 3 يشبح لوطا، نمشي للليد 2، لو لقينا الليد 2 يشبح فوق نورمال، ولو لقينا يشبح لوطا شنو
ليفت اكسس. ما بوش نخش في النورث ويست هذه والاكستريم رايت اكسس ديفيشن مش مهم. انت من باب العلم بالشيء احفظ اسباب الرايت اكسس ديفيشن والليفت اكسس ديفيشن لانك انت في اورال اكزام وقالوا ان الاي سي جي عليها 12 درجه يعني، فحاول انك انت تحفظ كل شيء. ستيبس الثلاثه الاولى سهلات يعني، يعني لو جينا مثلا في البدايه احنا هيك وحاولنا احنا نطبقه منو هذا الاي سي جي والله لفتحي مسعود عبد الحفيظ وعمره مثلا 12 سنه مثلا هنا الكالبريشن مش واضح لنا، بنجو الريتم بتاعنا نمشي بالليد 2 اهي بي واي فلود باي كيو ار اس، بي واي فلود باي كيو ار اس معناها ساينس ريتم، الار ار انترفال 1 2 1 2 1 2 1 2 معناها 300 تقسيم 2. نجو نشوفوا الاكسس ليد 1 مين اللي يشوف فوق يعني يشوفها مربع ونص فوق ومربع بسلوطه يعني يشوف فوق، ليد 3 يشوف لوطه هذه الحاله الوحيده اللي شبحنا فيها ليد 2، ليد 2 لقيناه مين اللي يشوف لوطه من هذا الليفت اكسس ديفيشن. اعتقد ثلاث خطوات الاولى سهلات. نمشي بعد الخطوه الرابعه شوف البي ويف، احسن مكان نشوفها في البي ويف هي الليد 2. طبعا تمشي انت للبي ويف في الليد 2 خلينا نشوفها، تسال نفسك الاسئله اللي احنا حكيناها امس، انت موجوده يا بي ويف؟ انا موجوده، لان لو انها ابسنت انت بتفكر الدي دي اللي قلناها امس. انت موجوده؟ يس. ما دام قلت البي ويف موجوده معناها ما ينفعش الدايجنوست يكون اتل فايبريليشن ولا فنتريكولار تيك كاردي ولا سوبرا فنتريكولار تيك كاردي، يعني ما تناقضش روحك في الديفرنشال دايجنوست. تمام. باهي بي ويف انت موجوده وما هيش طويله وما هيش ملتيبل وما هيش ام شيبد يعني انت نورمال. تمام. تمشي بعدها للبي ار انترفال، فانت بتشوفها في الليد 2 زي ما اتفقنا. نشوف هنا البي ار انترفال، حاول انك انت تدير نقطه في بدايه البي ونقطه في بدايه الكيو ار اس كومبلكس. احنا قلنا البي ار انترفال المفروض من 3 ل 5، انت عارف ان كلمه 5 تعني مربع كبير، يعني المفروض ان البي ار انترفال ما يزيدش على مربع كبير وما ينقصش على 3، 3 انت عارف ان هي اكثر من نص مربع كبير، يعني المفروض حتى بالعين تقدر تجيبها. واضح جدا ان البي ار اهو اكثر من نص مربع كبير يعني حوالي 3 وما فاتش مربع كبير يعني ما فاتش 5، فالبي ار انترفال بتاعنا شنو؟ نورمال، لان احنا قلنا لو شورت حتلقى معاه دلتا ويف اللي حكيناها امس هذه دبليو بي دبليو سندروم، ولو انه برولونجد بنشوفوها هل هو فيكسد ولا لا وفيه دروبت بي ولا لا. هذا البي ار انترفال. الكيو ار اس كومبلكس بتشوفها في كل مكان، في كل مكان في 12 اللي بتتبعهم، تسال نفسك وايد والا لا، يعني انت بتجي هنا مثلا بتتبعه وايد ولا لا. احنا قلنا باش نعرفوه وايد ولا لا نجوا من هنا من البيز نديروا نقطه هنا ونقطه هنا، هذا ما وصلش حتى مربع صغير يعني نقطه هنا ونقطه هنا في البيز نتاع الكيو ار اس ونحسبه بالعرض قداش مربع الصغير، لو زاد على 3 هذا وايد كيو ار اس كومبلكس. وايد اور نوت طبعا بتكون انت بتفكر شو اسمه بتكون متفكر انت اسباب ال شو اسمها الوايد كيو ار اس كومبلكس. ثاني حاجه بتشوفها هل هو ام شيبد في الفي 1 والفي 2، ام شيبد اد في 1 اند في 2 تمام، وبروميننت ار في الفي 1 هذا اللي قلناه احنا امس، الار اس ار كومبلكس في الفي 1 والفي 2 مرة حتى الفي 3 هذا وبروميننت ار في الفي 1 هذا رايت بندل برانش بلوك. لو لقيت الام شيب في الفي 5 والفي 6 وبروميننت اس في الفي 1 هذا ليفت بندل برانش بلوك، يعني اسهل من هيك ما فيش. تمام. لو لقيت الخطوة اللي بعدها، لو لقيت انت بروميننت ار في الفي 1 معناها هذا رايت فنتيكولار هايبرتيف، طبعا احنا قلنا هنا الار بتكون برومينت برضه في الفي 1 في الرايت باندل برانش بلوك زي ما قلنا امس، لكن حتكون ام شيبد، لكن هنا حتكون برومينت في الفي 1 وما هيش ام شيبد. تمام. اصلا من اسباب برومينت ار في الفي 1 رايت باندل برانش بلوك ورايت فنتيكولار هايبرتروفي ودبليو بي دبليو سندروم وبوستيريور مايوكارديال انفاركشن. تمام. هذه دومينانت ار في الفي 1 والفي 2 مع اس تي ديبريشن في في 1 اللي في 3 هذه البوستيريور ام اي.
تمام؟ يعني كتر عندك انت اسباب برومينت ار في الفي 1، بعدها بتشوف هل في باثولوجيكال كيو ويف اللي هي حكينا عليها امس، وبتشوفها وين موجوده في اماليتس باش تعرف، لان باثولوجيكال كيو ويف تعني اولد ام ار، وموجوده في اماليتس باش نعرفها انتيريور انفيريور والا لاترال. تمام، بتشيك الفولتج كرايتيريا بتاع الليفت فنتريكولار هايبرتروفي. يعني امس قلنا احسب طول الار في الليد 5 بس او في الليد 6 بس لو انه هو زاد على 28، او الفي 1 تجمع الفي الطول الار في الطول الاس في الفي 1 وطول الار في الفي 6 لو زاد على 35. تمام، بح في حاجه اسمها لو فولتج كيو ار اس كومبلكس. هذه لو فولتج كيو ار اس كومبلكس نلقاها لما في ديكريز مايوكارديال كونتراكتيليتي زي في المايوكاردايتس مثلا ولا الدي سي ام، والا مثلا في شويه كونديشنز ثانيه زي الهايبرثايرويديزم الامايلويدوزس البيريكارديال افيوجن، تلقى انت لو فولتج اي سي جي. يعني الطول بتاع الكيو ار اس ماهوش طويله هلبه. كيف نعرف ان الاي سي جي بتاعنا لو فولتج او الكيو ار اس بتاعنا لو فولتج؟ فهيكون طول الكيو ار اس اقل من 5 في الليم بليدز، احنا اتفقنا امس الليم بليدز اللي هم ليد 1 2 3 واي في ال واي في ار واي في اف، او اقل من 10 ملم في البريكورديال ليدز. تمام، هذه نسموها لو فولتج اي سي جي. صار انت الكيو ار اس كومبلكس، يعني نجوني مثلا نطبقوهم مثلا على اللي موجودات هنا على الكيو ار اس، مع مش واضحين هنا، مو واضحين بس التشست سوري الليم بليدز. جون الكيو ار اس انت وايد ماكش وايد، انت هذا ضيق يعني عادي باهي. انت نقولوا يا سيدي نقولوا ان هنا قدامنا في 1 وفي 2 الكلام هذا، انت ام شيب في الفي 1 والفي 2 لا، انت برومينت ار في الفي 1 لا، وهكذا يعني طبع التشيك ليست حنشوفها في الامثله بتاعنا ان شاء الله. بعد اسس الاس تي سيجمنت فور اني ديفيشن او اي ديبريشن، والاسباب احنا حكيناهم قبل، قلنا الاليفيشن بتشوف هل هو في ليدز لها علاقه ببعضها، مثلا لو لقيت اليفيشن في ليد 1 وفي ليد 1 واي في ال مثلا في 5 وفي 6 هذه لاترال ام ار، لان لو لقيت ديفيوز وفي ليدز ما لهاش علاقه ببعض هذا اسمه ديفيوز اس تي اليفيشن، هذه بيريكارديتس اكيوت بيريكارديتس. تمام، اسس التي ويف، حاول انك انت تدير تشيك سريع على التي ويف والابنورماليتيز اللي حكينا عليها احنا امس. ترجع بسرعة بسرعة نشوف شوية أمثلة طبق القواعد بتاعنا اللي اخذناها. أول شيء تقرأ أنت اسم المريض بتاعك كان أعطاهولك والجو هذاك، الكاليبريشن بتاعنا احنا زي ما اتفقنا نورمال كاليبريشن، مش مشكلة ما تبداش في الكاليبريشن، تبدأ طول في الكلام الرسمي اللي نبت، قول له هذا شنو مشان احنا قلنا نبغى نشوف الرتم. الريتم بتاعنا احنا هذه في بي ويف جرتها كيو ار اس، معناها الريتم بتاعنا شنو؟ ساينس ريتم. نبغوا نشوفوا الخطوه اللي بعدها الريتم بتاعنا، قبل ما نحسب الريتم ضروري ما نعرفوا الار ار بتاعنا ريجولار ولا لا. يا ريت انت تخلي قدامك الستبس وتتبع معايا هنا الحل كيف باهي. نجو هنا 1 2 3 4. طبعا في حاجه مهمه ضروري ما تعرف نهايه الليد وين، يعني او هذا سبايك نهايه الليد، فالليد 1 يتم هنا والليد 2 يتم هنا والليد 3 يتم هنا، اصلا حتلقاهم يشبهوا لبعضهم، الليد 3 يشبهوا لبعضهم، الاي في اف يشبهوا لبعضهم، الفي 3 يشبهوا لبعضهم وهكذا. فما تضلش تخش تحسب لي ار ار هيك بين هذا اللي تبع الليد 1 والاي في ار لا. ممتاز. 1 2 3 4 1 2 3 4. طبعا فرق نتاع مربع مربعين صغيرات مش مشكلة. 1 2 3 4 4 4 4 4 حوالي 4 وهكذا. معناها الهارت ريت بتاعنا 300 على 4 75. تمام، الاجز بتاعنا هذا يشبح فوق وهذا يشبح فوق، نمشي الاثنين يشبح فوق نورمال. بعدها البي ويف احسن مكان الاثنين بي ويف موجوده، ماهيش ملتبل، ماهيش طويلة، ماهيش ام شيبد، ماهيش انفيرتد، نورمال بي ويف. تعال باش تحسب البي ار، حاول تشوف بي ويف بادية ببداية مربع باش تساعدك في الحسبة. اهي بي ويف بادية من هنا والبي ار انترفال حوالي 4 مربعات صغيرة، المهم ما زادش على مربع كبير وما نقصش على نص مربع كبير، يعني ما زادش على 5 ما نقصش على 3. تمام، نورمال بي ار انترفال. تمشي للكيو ار اس كومبلكس، احنا قلنا بنشوفه وايد والا لا، لا ماهوش وايد، ما وصلش 3، يعني شوف هنا مربع صغير ممكن ولا اقل كل مكان نشوفه باهي. هل هو في الفي 1
mainly R ولا mainly S؟ هذا mainly S في الفي 1، يعني هذا الطبيعي، تمام؟ يعني ماهوش يعني الفي 1 S ماهيش R وهذا طبيعي، تمام؟ هنشوفوا توا الساينس هل عندها بندل برانش بلوك ولا لا. احنا قلنا بندل برانش بلوك هنلقاها R R داش في الفي 1 والفي 2، مفيش R R داش في الفي 1 والفي 2، فيه S بس. باي في الفي 5 او الفي 6 مفيش M shaped QRS باش نقولوا ليفت بندل برانش بلوك، تمام؟ عشان تاني منقيسوا توا طول ال R في الفي 1، ال S في الفي 1 وال R في الفي 6. هذا احنا نقيسوا الكتريك لاين بتاعك، خط مستقيم من هنا ولوطه، مربع كبير 2 3 4 5 6 مربعات كبار يعني 30 مربع صغير، هنا مربع 2 3 4 5 6 حوالي حتى يعني 30 مربع صغير، 30 زي 30 60، معناها هذا بالفولتج كرايتيريا عند ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، تمام. الاس تي سيك بتدرج ما تعرف الايزو الكتريك لاين بتاعك، كل ليد عند الايزو الكتريك لاين بتاع اللي هو ماشي فيه سيجمنت، هذا الايزو الكتريك لاين بتاعنا، هذا الايزو الكتريك لاين بتاعنا، هذا الايزو الكتريك لاين بتاعنا. لو تشوف الاس تي سيجمنت راح عندنا بي كيو ار، هذه الاس تي سيجمنت نازله لوطه والتي ويف مقلوبه، تمام. اس تي سيجمنت سوري، اس تي سيجمنت هذه التي ويف وهكذا وهذه البي ويف. صار الاس تي سيجمنت بتاعنا هنا ديبريسد. الاس تي سيجمنت لو تشوفه هنا ديبريسد، اس تي سيجمنت نازله لوطه على الخط ديبريشن، تمام. الاس تي سيجمنت ديبريشن هذا سبب الليفت فنتريكولار هايبرتروفي، تمام. يعني احنا خدينا من اسباب الاس تي سيجمنت ديبريشن الليفت فنتريكولار هايبرتروفي. طبعا اكيد كلنا بيصير فيها هايبرتروفي، بيصير فيه اسكيميك تشينجز، ودي من الليفت فنتريكولار هايبرتروفي مع اسكيميك تشينجز يسموه ليفت فنتريكولار سترين. صار انت هنا بتريد عاده عشان عندها ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. المثال اللي بعده بسرعه بسرعه، شوف انت ايج و6 وكاليبريشن، ما فيش بي ويف، سوري طول اللي صار. الهارت ريت بتاعنا الار ار بتاعنا ريجولر، يعني مربع ونص، بتقسم 300 عن مربع ونص، ما نعرفش 200 وحاجه و40 40 ممكن، تمام. فهارت ريت من حين تشبحت الهارت ريت حاجه فوق ال 200، انا اكيد مش هارت بلوك ولا بندل برانش بلوك ولا كل الاسباب بتاع بريدي اريثميا ولا هي ساينس تيكارديا عاديه، لا لا لا، اكيد انت الكونديشن بتاعك خطير جدا، تمام. فديما نبيك اني سمارت وبريليانت وتظبط حتى من الهارت ريت، يعني تقريبا شنو المشكله، تمام. المريض بتاعك انت عنده اكستريم تيكارديا، ما عندهاش بي ويف، ما فيش بي ار، يعني الكيو ار اس واضح ان هي وايد، يعني فاتت مربع كبير وايد كيو ار اس، وما فيش بي ويف وريجولار ار ار فنتريكولار تيك كارديا. ركز بالله على الفنتريكولار تيك كارديا في المانجمنت بتاعها، تمام. صار الدايجنوست احنا بتاعنا، يعني انت لما بتجي هنا للاكزامينر ما فيش داعي تستهلك وقت وا وا وا، تقول الانتربريتيشن في الاخير، تقول له وايد كومبلكس تيكي اريثميا diagnostic for ventricular tachycardia or there is widening in the QRS complex with regular RR interval impressive of ventricular tachycardia. يعني فيه اللي ما يحبش انك انت واو تمشي لها بالخطوه خلاص، just تقول cool الكونكلوجن بتاعك and your diagnosis immediately، تمام. نرجع لهذا بعدين. نشوفه هنا نقول لك ال ار ار انترفال بتاعنا ريجولر، طبعا بشوي بشوي بنبدا نجري في الخطوات، ما باش التسجيل يكون هلب. ال ار ار بتاعنا ريجولر 1 2 3 4 4 4 4 في كل مكان، اربعات اربعات مش اربعات 2 3 4 حوالي 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 5 خمسات خمسات خمسات. فانت 300 على 5 300 على 4 ونص، وهذا يطلع لك الهارت ريت في الستينات. الاجز بتاعنا فوق لوطه فوق نورمال، هذوما ماهيش بي ويف واحده، هذوما ملتيبل، ما سميناهمش بي ويف، احنا سميناهم فلاتر ويف وذ كاركترستيك سو توث ابييرنس. طبعا ما تقوليش هذه اتريال فايب ريليشن، الاتريال فايب ريليشن اتفقنا ان الويفز ما همش واضحات بالشكل هذا، والار ار انترفال بتاعنا حيكون الريجولار، معناها احنا البيشنت هذا عنده ملتيبل فلاتر ويفز وذ كاركترستيك سو توث ابييرنس دايجنوستيك فور atrial fibrillation.
دونك الانتربريتيشن تاعك يكون تمام. باه هنا تعال شوف معايا، تمشي للي 2 ما فيش بي ويف واضحه جست خرابيش، تمشي للفي 1 ما فيش بي ويف واضحه، تمشي للي 1 ما فيش بي ويف واضحه معناها ابسنت بي ويف، معناها الريتم تاعنا ماهوش ساينس. الهارت ريتم تاعنا نمشي هنا 1 2 3 4 5 6 ونص، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 في عجز مربعين، والله ما عندي وين نمشي بهم. تمام، معناها الار تاعنا شني الريجولار بنتبعوا الطريقه الثانيه في الحساب. الاكسس فوق لوطا فوق معناها نورمال. تمام، ما فيش بي ويف ما فيش بي ار انترفال، ما دام قلت ما فيش بي ويف معناها الدي دي نتاعك اي اف في تي اس في تي. تمام، بيجي انت الكيو ار اس نتاعك شني نارو والا لا؟ يس نارو، ماهوش نارو اه نارو. لا عندنا احنا لو قست من هنا لهنا من هنا لهنا فيه ام شيب. تمام، وايد معناها الكيو ار اس كومبلكس نتاعنا ام شيبت في وايد وام شيبت في الفي 5 والفي 6. هذه ليفت باندل برانش بلوك، ولان الريجولر ار ار انترفال ونارو كيو ار اس كومبلكس وابسنت بي ويف، هذا شنو؟ اتريال فايب ريليشن. معناها الدايجنوست نتاعنا هنا شنو؟ اتريال فايب ريليشن اند ليفت باندل برانش بلوك. تمام، عارف روحي قاعد نجري في الخطوات، فحاول تركز معايا. تمام، نشوف واحدة بعدها على السريع. الهارت ريت بتاعنا ريجولار ونورمال على 64. تمام، نشوف للبي ويف هنا، البي ويف طويلة يعني زي الصبعة هي طويلة، دي بي بالمونال معناها سجستيف اوف بالمونري هايبرتنشن. تمام، وعندنا هنا prominent يعني بتحسب البي ار وبتحسب الدنيا كلها، بتمشي لك يورس بتلقى prominent في الفي 1 prominent في الفي 1 والفي 2. هل هو تقريبا هل هو ام شيبد ولا لا؟ لان لو prominent في الفي 1 والفي 2 ام شيبد يعني ار اس ار كومبلكس معناها رايت بندل برانش بلوك، هذا ماهوش ام شيبد. معناها شنو؟ لما يكون prominent في الفي 1 وماهوش ام شيبد هذا رايت فنتريكولار هايبرتروفي. ماشي الموضوع مع بعضه، نرايد فنتريكولار هايبرتروفي تصير في البلمونري هايبرتنشن. تمام، وباقي الموضوع اموره ماشيه. تمام، في حاجه ثانيه طبعا هذا اللي بيكون يتاخر ان هي بيبل مونر رايت فنتريكولار هايبرتروفي، لكن في حاجه ثانيه عند بالتركيز ممكن تكون جبتها فيها هنا كيو 3 كيو ويف اللي 3 و انفيرتد تي ويف في اللي 3 و اس ويف طويله في اللي 1، فهذا اس 1 كيو 3 تي 3 باترن تاع البلمونري امبوليزم. مش مشكله، انت كان مش محتاج شي ميديكال ستودنت، ما هو شيء كبير. تمام، صار انت نبيك هنا تركز لي ترجع ايه نبيك ترجع تركز لي على البي بالمونا، تركز لي على الرايت فنتريكولار هايبرتروفي. انا لو تجي ساينس ريثم والامور تمام، الهارت ريت احسبه، الاكسس نورمال، البي هذه البي اللي نبيك تركز لي في المثال هذا، البي ار انترفال نتاعنا شورت هو يعني لو جي انت من هنا لهنا تحسبه حوالي مربعين بس. تمام، مربعين، تشوف الخشه هذه الصغيرونه هيك، المفروض الكيورس يكون راكب طول، ففي زي الميلان هيك في خشه الكيورس، هذه الدلتا ويف، فشورت بي ار ودلتا ويف، هذه دبليو بي دبليو سنتر. طبعا عادي مسموح في الدبليو بي دبليو سيندروم انه يكون في برومينانت ار في الفي 1، سميناها بكري للاسباب. لو تتبع باقي التشيك ليست بتاعك حتلقاها طبيعيه، يعني الكيو ار اس ماهوش وايد، ماهوش 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 ماهوش، الاس تي سيجمنت ايزو الكتريك ماهيش مرتفعه ماهيش منخفضه، التيور ماهيش طويله ماهيش ماهيش انفرتد. نجو هنا نشوف المثال هذا، نقول لك الخطوات الاولى الهارت ريت بتاعنا ريجولار، والساينس ريت ما هي بي بجرتها كيو ار اس والامور تمام. نجو بي ويف نور بي ار، لو تشوف هنا البي ار بتاعنا شنو طويل دور يتبعه، احنا حسبناه لقيناه مثلا حوالي 10، احنا حوالي 10 حوالي 10 حوالي 10 يعني فيكسد في كل في كل مكان. به هو نفس هنا اها تمام، يعني 9 10 الجو هذا دوري. ما تشوف بي كل بي في شرطة كيو ار اس ولا لا؟ بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس
بي سوري بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس بي كيو ار اس بي كيو ار اس بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي وهكذا تمام في كل مكان تمام بي كيو ار اس بي كيو ار اس وهكذا يعني ما فيش دروب ات بي معناها البي ار فيكسد برولونجد اند فيكسد وذ نو دروب ات بي هذا فيرست ديجري هارت بلوك تمام نجي لهذه يقول لي لقينا بي ويف نقول لك احنا اتفقنا يو امس ان بي كيو ار اس تي بعدين بي كيو ار اس يعني بين الكيو ار اس والكيو ار اس في وحده تي وحده بي اذا كان لقينا وحده بس هذه تي معناها احنا ما عندناش ابسنت تي احنا تمام معناها هذا ابسنت بي ويف مش ساينس ريتم تمام الكيو ار اس كومبلكس بتاعنا نارو يعني تبع الخطوات انت اكيد مش حنمشي في كل مثال بنفس الخطوات يعني حيولي التسجيل 3 ساعات absent T wave absent B wave وبرا تبع الخطوات ال QRS ماهوش وايد ماهوش M shape في V1 وال V2 ماهوش M shape في V5 وال V6 ماهوش prominent في ال V1 ماهوش معاه مش prominent في ال V1 وال V2 ومعاه ST segment depression ماهوش low voltage ماهوش 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 بهي معناها absent B wave و regular RR و narrow QRS complex هذه ممكن تؤدي للفايبريليشن لا علاش لان الار ار ريجولر هذه ممكن تكون فنتريكولار تايكارديا لا علاش لان الكيو ار اس نارو فاش نعدل الاس في تي تمام الاس في تي حوالي ديما تعطي فينا في هارت ريت نتاع 170 180 150 في الرينج هذا يعني تمام اوكي وضروري ما تكون حافظ انت المانجمنت نتاعك تمام اخذنا مثال طق طق نشوفه باهي تشوفوا شوفوا مثال هذا هيك على السريع نقول لك البيشنت هذا نجي نشوفه ساينس ريتم يس ساينس ريتم تمام ساينس ريتم اهي بي بشرط كيو ار اس كومبلكس تمام باي هذا شنو عنده المريض نبته باهي واحدة واحدة في المثال هذا بي ويف نورمال ماهيش طويلة ماهيش ملتبل ماهيش ام شيبد ماهيش ماهيش البي ار انترفال متاعنا شوفها طويل اكتر من خمسة تمام تقريبا نوعا ما فيكسد يعني تمام فيكسد تقريبا يعني انه فيكسد ما فيش دروب ات بي تمام معناها فيرست ديجري هارت بلوك تمام نمشو بعدها للكيو ار اس تساله انت وايد ماهوش وايد انت مشابد في الفي برومينانت ار في الفي 1 والفي 2 وام شابد لا انت ام شيبد في الفي 5 والفي 6 لا انت برومينانت في الار في الفي 1 والفي 2 من غير ما تكون ام شيبد لا انت عشان عند فيك كيو ويف الكيو ويف هي قلنا اول نيجاتيف ديفليكشن بعد البي تعال نشوفوهم اها في كيو ويف هذه باثولوجيكال ولا لا حوالي نفس طول الار نازله انت فيك كيو انت فيك كيو هي النزله قبل الركبه بتاع الار معناها هذا عنده كي ويف في ليد 3 و اي في اف اللي في شوفوا لوطه معناها هذا كي ويف تعني اولد ام اي وليد 3 و اي في اف تعني انفيريور تمام باهي معناها هذا عنده اولد انفيريور شن تاني نمشي للاس تي سيجمنت اس تي سيجمنت ايزو الكتريك لو تلاحظ هنا كيو ار اس وهذا شنو اس تي سيجمنت اليفيتد هذا الخط بتاعنا ايزو الكتريك هي فوق الخط صار ST segment elevation في ليد 2 و 3 و A في F هتشوف الفيات أمورهم طبيعية مش مرتفعة فيهم معناها هذا عنده acute inferior MI وعنده واحدة MI قديمة chronic MI وعنده first degree heart block احنا لو تربطهم الموضوع ببعضه ماشي يعني قلنا الهارت بلوك من complication MI more common في inferior MI فالمريض هذا قاعد عند الرايت كورونري artery ممكن ضيق وديما قاعد يصير له ريستينوزس ويصير له ري انفاركشن اجين اجين اند اجين تمام فحاول انك انت
تركز على الساينز، هل بقى بتاع المايوكارديال انفاركشن، وتشوف هل في اس تي اليفيشن ولا لا. تمام تمام نجي بنكتر انا من الام ايات، لان ام ايات هلبا امتحانكم، فبنجو هنا لو تتبع الخطوات الامور كل الخطوات تمشي فيها بي بي ار الامور تمام 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 واضحه لك. يو ار اس ماهوش وايد ماهوش ماهوش ماهوش، هني في استي سيجمنت اليفيشن في ليد 1، ليد 2 ما فيش، ليد 3 ما فيش، هنقول لك شنو في ليد 3 بالضبط بعد شويه. الاي في ال اليفيتد، الفي 5 مش واضحه، الفي 6 باي اوكي اليفيت شويه، هني ليد 1 اي في ال و5 و6 اليفيشن، هذه لاترال مايوكارديال انفاركشن. كنا في اللاترال المفروض اللي تساعدك وتخليك تغش هي الريسبروكال تشينجز اللي تصير في الانفيرير، اهو الاس تي سيجمنت ديبريشن اللي صاير في الليد 3 وفي الاي في اف اللي سميناهم ريسبروكال تشينجز، وكنا السنسيتيفيتي تفوت ال 90 95%. تمام صار هذا عنده شنو؟ acute lateral myocardial infarction with reciprocal changes in inferior leads. تمام شيء كبير هذه مش وقتها، مش بحنا لها مثال حتى، هذه ST elevation في lead 2 و 3 و AVF pathological key wave في نفس الأشياء، مثال مكرر يعني old inferior MI first degree heart block و acute inferior MI. شوف معايا هنا الاليفيشن، انت لو تتبع الخطوات كلها طاف طاف طاف، طبعا الليد 2 مش راكب كويس شكله، لما تلقى بالشكل هذا يعني شوية ليد فولت يعني ممكن فاسد الليد اهو. تمام فتشوف هنا الاس تي سيجمنت اليفيشن واضح من في 1 لفي 6، فهذه انتيرو لاترال مايوكارديال انفاركشن. تمام هذه جاست اسكيميا سيجنيفيكانت اس تي ديبريشن، هذه واحدة ثانية بنكتر لكم احنا الام ايات اس تي سيجمنت اليفيشن في في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 تمام مع كي ويف في ال 2 و اف اف، هذا صار عنده اكيوت انتيرير و اولد انفيرير. حاول طبعا انك انت براحتك، طبعا الشيت هذا موجود يعني، واللي اختي الاي كورس الاي سي جي اكيد عندها. تمام هاي هذه اس تي اليفيشن في الاثنين وثلاثة اي في اف انفيرير ام اي، طبعا لما تلقى كيو ار اس اس نورمال وواحدة ماشية كيو ار اس اب نورمال في المنتصف، هذا ما فنتريكولار اكسترا سيستو، يعني سهل جدا التشخيص بتاعها. طبعا انت بتمشي بالستبس بتاعك، طبعا الهارت ريت هنا نحسب بين الار ارات النورمال ما نعدلوش على هذه الاب نورمال، ولو تلاحظ هنا في ام مايترال برضو ام شيب ده تمام، ام مايترال اكس بتاعنا نورمال، الهارت ريت بتاعنا نورمال، عند الكيو ار اس ماشيه طبيعيه، فجاه طلع لنا كيو ار اس اب نورمال. الكيو ار اس اب نورمال هذا ما فيش قبله بي، هذه طبعا التي بتاع الكيو ار اس اللي قبله، وهو وايد والتي ويف ان ديفرنت كونفيجريشن، هذا فنتريكولار اكسترا سيستول. لما تلقوا زوز ورا بعض هذول اسمهم كوبلتس، لما ثلاثة ورا بعض هذول تريبلتس، لما واحدة نورمال وواحدة لا، واحدة نورمال وواحدة لا، هذول ما باي شمني وهكذا. باهي هذه لو تشوفها انت وتركز فيها يقولك ان الاس تي، ما اعتقدش هو يجيب لك حاجة زي هذا في الامتحان، لكن اوكي الاس تي اليفيشن في في 1 في ليد 1 وليد 2 و اي في اف و اي في ال وفي الفيات في ليدز، من على الاقل هذا يشوف انفيريور، هذا يشوف لاترال، وهذا يشوف انتيريور، فديفيوز اس تي اليفيشن هذا بيريكارديتس. هذه هنا حبيت نوريكم بس الهايبر سوري في الهايبر اكيوت التول تي ويف، خصوصا في الفي 2 والفي 3 اللي هي ذات مربع عن مربعين اكبار، هذه متاع الهايبركاليميا، هذه السبايك متاع البيس ميكر، لما تلقى سبايك وبعدين بي وكيو ار اس، سبايك قبل البي هذا اتريال بيس، ما فيش بي سبايك وكيو ار اس وايد هذا فنتريكولار بيس، سبايك قبل البي وسبايك قبل الوايد كيو ار اس هذا تيوال تشامبر بيسنج يعني اتريال فنتريكولار بيسنج. هاي السلام عليكم وما تنسوناش من دعوة صالحه.